There are three values in rugby: discipline, perseverance, and serving your teammates. Those three values combined, they lead to the excellence in your performance. That's what we strive to achieve in everything that we do. Excellence in every practice, excellence in every drill, every run, every sprint. Why? Because of the passion. Everything you do revolves around rugby. The way you eat, the way you sleep, the way you take care of yourself and your time and everything. It all revolves around what's going to make you a better player. I started in Nana كنت عايش في كندا وناس جم قالوا لي تعالى جرب وبتاع رياضة حلوة فقلت ماشي ليه لا. قبل كده كنت بلعب كوره زمان وكنت بلعب باسكت وسباحه زي اغلبيه الناس يعني ما كانش فيهم حاجه بروفيشنال قوي. يمكن كنت بلعب فريق جامعه في الكوره بس اول ما بدا فريق جامعه في الرجبي سبت الكوره ولعبت رجبي و I've been playing rugby for about 9 years now and I started pretty young and it took me about 4 years to get really good at the game and after about 4 years I made the first team with a national team over in Dubai. انا بلعب من وانا عندي 13 سنه مثلا وبس من اول ما بطلتش العبها يعني رياضه جميله ده بسبب من الاسباب اللي خلاني اخش اي سي ان هي فيها رجل من رايي كومبليت سبورت فيها كل حاجه بتدور على لعبه فيها كونتاكت هي رجل بتدور على لعبه فيها اجريشن هي رجل بتدور على لعبه فيها سرعه وفيها فيتنس هي رجل بتدور على لعبه فيها تاكتكس وتيم بلاي هي الرجل بتدور على لعبه فيها ايثكس وجنتلمان بلاينج كونتكت سبورت هي الرجبي برضه. لعبه الرجبي ميزتها ان هي مالهاش سن، في ناس بتلعب رجبي لحد 50 سنه ولحد 60 سنه، فالميزه فيها ان انت ممكن تفضل تلعب وتكمل طول ما انت عندك باشن للعبه وطول ما انت حابب انك تكمل. I studied architecture and I would plan my time so that I would never miss practice. It relieves me of all the stresses I suffer from in my everyday life. But then, unfortunately, I got a shoulder injury. And ever since, I've been going to physiotherapy. I've been doing everything I can to come back. فقالوا لي ان انت احسن ان انا لو عملت عمليه ابطل او ما عملش عمليه خالص وما كملش رياضه بقيه حياتي بس حبي للرجبي او ادماني للرجبي خلاني هو كان الدافع الوحيد اللي خلاني ارجع تاني. قعدت تقريبا سنة ونص عشان ارجع تاني العب. كان اصعب سنة ونص في حياتي بس اكتر حاجة استفدت فيها في حياتي. من سنة 2007 النهاردة في تطور كبير حصل في الرجبي بس احنا ان شاء الله عندنا امل ان التطور هيزيد خصوصا بعد ما لعبة الرجبي دخلت ضمن الالعاب الاولمبية اللي هتلاعب الدورة الجاية ان شاء الله. كان في الاول ثلاث فرق بس هم اللي بيلعبوا، فريق جامعه امريكيه وفريق الاجانب بتاع القاهره في المعادي اسمه كايرو رجبي كلوب وفريق اسكندريه اسمه اليكس رجبي كلوب. كان اول فريق بدا هو كان فريق القاهره اللي هو اللي كان فيه الاجانب، كانوا بداوا السفاره الانجليزيه في مصر، كانوا اغلبيه الموظفين اللي بيشتغلوا في البترول بيلعبوا فيه. بعد كده جه فريق اسكندريه وثالث فريق كان هو فريق الاي سي. بس هي محتاجه اويرنس اكتر للمصريين ان هم يتعرفوا عليها اكتر عشان كل الناس فاكرها امريكان فوتبول، لا هي مختلفه تماما. I think it's a really exciting game. I think anyone that's up for a physical challenge, up for getting fit and getting in shape quickly, should really come along to AUC rugby team. Maybe try rugby out in Egypt in general. What's up everyone, I'm DJ Forbes, captain of the 17. You're saying that 17 is a great global sport, you're keen. You know, Max, it's a great sport to play and it's a wonderful atmosphere to get to this level. كنت بلعب جولف وبطلت عشان العب. كنت بلعب سباحة وبطلت عشان العب جولف. أنا كنت بلعب سكواش وبطلت عشان العب جولف. يقول لك تيجي.